كان حتى كان يمول للمنتخب الوطني طبعا طبعا كان يمول المنتخب الوطني بلاعبين كبار عرفتهم انت كذلك منهم كلام للماس وعمار وغيرهم عاشور وغيرهم من اللاعبين الممتازين والمحاوله دائما لصالح شباب الوداد في وسط الميدان مع اهتزاز الجمهور لهذه اللقطات اللي يعبر عن الفرحه الكبيره تاعو اليوم بلقب البطوله هذه وبعناصر شابه كذلك شباب الوداد ومطالب يمد كورته ناحيه باجي مرر الكره هذه في وسط الميدان يبدل تماما ناحيه فتحين لسلمي سلمي ديك ماش يحبوا كلهم يلبسوا الكره هذا اللعب هذا راك تشوف يا عبد الحميد القادرين الجزائريين يلعبوا هذا اللعب هذا فعلا وعلاش ما يلعبوش في بدايه الدوري واللي يكون ان اون جو يلعبوا هنا لان السؤال مطروح الان يعني خلاص سيكولوجيكوم راهم ليبيري راهم فعلا وهذا اللي لازم احنا نشجعوهم باش يلعبوا هذا اللعب في الوقت الصعب مش في هذا الوقت وباجي يدخل منطقه العمليات مطالب وكانه مطالب باجي مد المطالب حب يكون مطالب هداف البطوله لانه حب يضيف اهداف اخرى في يجري والفرحه الكبيره الفرحه الكبيره والكبيره جدا سيد علي الفيري ايه سيكون بيستاهل